اوكي شنو هذا وايش برضو هذا حق الاكس بي جدا رهيب انك لما تقرا كتاب نفس نظام سكايرم يعطيك اكس بي ايوه بالمقلوب يا حبيبي والله نايس الحركه اول مره اشوف هذه الحركه ها ايوه طلع عشان لا ندحدر يا حبيبي الناحيه الثانيه ونروح في امها طيب ايوه والله ياه نفس نظام البرج حق فارك راي بس هذا برج اس خمسة يا حبيبي اوكي قال البرج اللي في فارك راي يا رجل ثواني بتتسلق اما هذا برج اعوذ بالله لا وبعد تشوف كيف يتهزز تخيلوا ذا يطيح ذا الحين تخيلوا بس كذا طاح يا ليتني ما تكلمت يا ليتني ما تكلمت والله يا الصدى باين يا رجل ما شاء الله مدققين في كل شيء في اللعبة ذي ما شاء الله الصدى حق الحديد باين ها اوكي والله يا مناظر طبيعية اوف لو تشوفون الغربان كيف قاعدين سرب الغربان يا حبيبي اوكي هل انا اتحكم انا ما اظن اي والله انا اتحكم اوكي جميل جدا والله يا منظر رهيب من فوق الجبال يا حبيبي احس لو طحنا خلاص كان في توم برايدر اصلا كيف نطلع مكسوره البتاع ها جوهم خربان كيف بنطلع مع المكسور ذا هذا الحين وإما بنعطيها أمه النقزة الخنفشارية أوكي على المكسور نمشي وبرضو عطينا أمه النقزة الخنفشارية أوكي وصلنا لأعالي الأبراج يلا نظام أساسين كريد الحين أو فار كراي هل هذا البرج شغال ولا بعد ما طلعنا كذا وتعبنا على الفاضي؟ أليكس لارا أنا أمام اللوحة حسنا يفترض أن يتلقى البرج إشارة من جهاز الإرسال حسنا احضري على محطة الطوارئ واحصلي على إشارة واضحة على الرادار قبل أن تطلبي النجدة هاي نحن نتمنى لك كل الحظ يا لارا شكرا لك ضبط الراديو اوكي اوكي طيب تعديل الإشارة تم اتصالكم مع نظام الاستجابة اوكي انا لارا كرافت من سفينة انديور نايس جميل جدا يعني ذي الحين هكرنا الراديو ذا ما ادري ايش سوينا فيه نحتاج الى المساعدة هيا استغاثة استغاثة انا لارا كرافت هنا الطائرة ونحن نبحث عنكم منذ ان تلقينا نداء الطوارئ من سفينتكم وكنا قد قطعنا الامل كليا ونحن أيضا حصلنا على موقعكم التقريبي نريد إشارة مرئية سوف أجد شيئا سنأتي إليكم قريبا حاولت لارا كرافت أنت بطلتي هاي إليس ابتسمت للتو حسنا نحتاج إلى إشارة موقد وقود نيران أستطيع القيام بذلك أوكي طيب يبغانا نجيب لهم إشارة طيب البرج هذا كله مو بإشارة أصلا يعني ما أدري كيف مو بشايفين البرج هذا وضعه مزري يا رجل أديله أوكي هذه وسيلة طيب كيف نطلع يعني بوسيلة الطلوع زي كذا يعني
أها، في نفرات هنا؟ على ما أتوقع، أو على ما أظن. طيب ليش الكاميرا كذا خربانة؟ هل هي خربانة كذا ولا يستهبلون؟ ما أدري. أتوقع بس في المنطقة ذي ولا؟ ما أدري، أتوقع في خلل في الكاميرا. بنشوف إيش الحكاية ذي الحين بعد الكاتسين هذا. على ما أظن إنه خلل في الكاميرا تو. بس غريبة أول مرة تيجي الكاميرا كذا. يا حبيبي مشعل ناري، اكتسبت عتادا جديدا. اوكي، اضغط باستمرار لتنير الشعلة. اوكي نايس، صار عندنا شعلة اوتوماتيكية يا حبيبي، مو بلازم نشغلها عن طريق البراميل دي. نقدر ننقز من هنا؟ لا، براميل النفط على ما اظن هذه صح؟ لا، هنا السالفة. اوكي، عط ام هالبراميل هذه تسريب. ايوه هذا نفط صح؟ بس ولعت يا حبيبي والله، يا تنفجر. ول 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 شافونا، نايس. اح وخر. ايوه ول 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 يا الانفجارات ول، ويمدي يتحكم، نايس والله. يا والله السفينة او الطائرة السي 130 ذي لما انتو طاحت، اوف شكلها الرهيب يا عزيزي. يا حبيبي قل لي هذا اوه مطور جاي يا حبيبي، افقع والله. ياه طلعنا ليفل يا حبيبي، نايس. بس والله ياش منظر كان جدا رهيب لما طاحت الاي سي 130 او السي 130. الشخصية متاحة، قائمة رئيسية زوائد. اوكي، هذا نفر من اللي كانوا قاعدين يسوقون، خلينا نشوف وين بيروح. اوكي، يبغاني اروح هناك. ها ايش الراية هذي؟ اوكي لا 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 والله بغيت اروح في امه، بس ما ادري كيف اصلا مسكت في البتاعة ذي في الحافة. اديله اقلع. ايوه وضع ما يطمن. يا حبيبي والله البيوت قاعدة تطيح. طيب لا لا اطلع اطلع فوق اطلع فوق. ايوه ما نبي ننزل من تحت، من فوق احسن، ومن فوق امن يا رجل. عطاه كفو. الراية البيضاء، الراية البيضاء امسك، نايس جميل. ما ادري المشكلة، ما ادري يعني لما جيت انا سبحان الله تكسرت البيوت هذه، يعني اولا لا كانت متماسكة كذا وعايشة الاف القرون او الاف السنين، لكن لما جيت انا سبحان الله. اذهب. ها ول 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 بقتل. اه هل انت هنا؟ لا 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 فكنا. ايوه طيب، لا 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 اي صديق صديق، شوف شوف خلنا نكون اخويا صديق و بس كذا يا ابوي، بس كذا ادينا اللي عندك، ادي الرصاص اللي فضيته عليك يا رجل، خذيت كل الرصاص. اوه ايش ذا؟ اوه اسف حسبتها ار بي جي يا رجل،
شكلها من طايحة كذا 6 RPG. هذا نار، اوكي ادينا. احسن شيء انه ذا الحين خلاص صرت زاحف معك النار تولع كذا الحالة، ف معك ولاعة. فالابد الامور في السليم. اعطني انت اللي عندك. انت يا صديقي اللي مت ما يمدي اخذ اشياك. اوكي مو مشكلة. اي اي اي, اي والله بغيت ارفع امه. اح الله يا رجل، ايش النقزة الخربانة ذي اللي تو. خل نطفي المشعل ذا. اوكي في مخيم عشان نستخدم المهارات الكويسة. اوكي ظهرت بشكل مفاجئ من سماء صافيه واسقطت الطائره. هذا غير منطقي. من جد ابو اللي غير منطقي بعد. لا اعرف ما هو بعد. مؤكد انني فعلت شيئا خطا. لم انتبه لشيء ما. كان علي ان اتحقق من الاحوال الجويه واختار مكان هبوط مختلف. لم اكن حذره بما يكفي. صح. والان ماتوا. الان كلهم ماتوا يا ابي، مو بس واحد. اوكي تسديد ثابت، تركيز اسمح بوقت اطول. اوكي زيادة القوة. باخذ هذه عشان تثبت لي الايم او تثبت لي التسديد. ف صير ابد. ابغى واحد يكتب لي في الكومنت هل انه يعني شو اسمه التطويرات بتكفيني اني اخلص كل التطويرات يعني في اللعبة، او اني افتح كل البركات يعني. انك على مقربة من موقع، ارجع الى هنا بامان. حسنا. انا اتي. اوكي ف يعني قولوا لي هل شو اسمه يعني المهارات هذه بفتحها كلها يعني على نهاية اللعبة، او انه لازم اختار مهارات معينة نفس نظام ديد ايلاند؟ يعني ما ادري بصراحة، بس احس انه لازم اختار مهارات معينة لان في مهارات جدا كثيرة. اوكي يا من لازم اجمع اكس بي بقوه. اوكي ايوه يا حبيبي هرقل، هذا ايش جوك يا هرقل؟ وانا كيف اشوف الحين؟ ماني شايف شيء. طب عليهم هرقل مظبوط. ذا الرشاش يا رجل، هيلي ذا مو برشاش. حبل اوكي هذا الحبل. اسحب. والله طاح عليهم البيت يا حبيبي. نايس والله نايس. بس دقيقه في نفر هنا. اي ما صار فيك شيء. ليش ليش؟ شوف فقع. موت موت مرة ثانية. أح هذا ما جاني، بس ما أدري ليش كذا سوى الحركة الشرداوية. طالع طالع فيني طالع فيني طالع فيني. أس كذا هي طير. هذا إيش؟ ما أدري. لابد من طريق المستعين. أوكي اضغط RB اثناء استخدام القوس. اوكي جميل. طيب شوفوا في هنا، انا الارجح اني بسوي زي كذا. اوه والله يا رجل حسيت البيت بيطيح. طيب اتوقع انه هنا ولا اتوقع. ياه اتوقع طحت في الموان وما مت. نايس. بس كيف اطلع؟ هذه المشكلة، هل اني لازم اطلع من الطلعة حقتنا، وانه لازم استخدم السهم في الطلوع، ولا ايش الوضع؟ اوكي يعني السالفة طلعت نجيب ذا عندنا؟ لا. اوكي. تعال يا صديقي. والله النقزة خربانة يا حبيبي. شكله لازم اني انتظر لين يجي عندي بعدين اعطي امه النقزة الخنفشارية. اوكي.
يلا يا صديقي تعال. ايوه عط امها. والله يا رجل يا بليالا لحقنا. بس دقيقة الحين ايش الفائدة اني طيحت البيت هذا؟ صراحة ما ادري ولا ابغى ادري عادي. ايش توفر تحديث اسلحة، استخدم مخيم تحديث اسلحة. طيب انا هنا بروح هنا تقريبا، ممكن يكون في مخيم على طريقة يعني ممكن. اوكي ما في شيء من هنا. موقع مناسب للتمسك به. اوكي استخدم سهام سهام حبال. طيب هنيكم يا عزيزي. عشان ايش؟ سهام حبال قرب ساريات المرسى لصنع جسر. عربي يا زميلي عربي. اوكي طلع لي السهم. اظن يبان نسحب هذا صح؟ طيب التهيل. اوكي كذا كذا كويس، كذا كلام كريم، كذا مزبوط مزبوط. اوكي نرجع من على ورا كذا، احسن شيء انه يتغير الكنترول معك كذا غيرت الكاميرا. اي وليش ليش ليش ترجع ليش ترجع يا اخي؟ المفروض انه ننزل تقريبا هنا. حلو وصلنا وصلنا. ايش في يا صديقي هنا؟ هنا في اسهم فل. نايس والله صرنا يا حبيبي مفللين الاسهم. هذا شكله لازم نسحبها برضو انا ما اظن. اي شيء فيه حبال اسحب يا حبيبي بس كذا، ما في الا تفاهم بس. يا اخي ليش نظام سوني 1 هذا كذا لما يطيح الشيء على طول يختفي؟ ايش هذا؟ سماجه كذا معليش. اوكي قرية. واو 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 اي 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 وات ذا هيل. اوه خوينا. يسرني انك غيرت موقعك. انت وانا كلانا. في البداية كان الوضع جيدا وفجأة هبت تلك العاصفة، ظهرت على نحو مفاجئ. لم تكن غلطتك لانا. طلبت اليهم القدوم روث. اسمعي سنجد وسيلة اخرى. استغاثة استغاثة، انا مساعد الطيار جسر من الطائرة نون 177. مرحبا هل تسمعني؟ تعرضت لإصابة خطيرة عندما هبطت واحتاج إلى المساعدة الفورية. أيها القبطان جسب أتسمعني؟ لقد أطلقت إشارة دخان أرجو الرد. إنه لا يسمعني، يجب أن أذهب إليه. لا. الإشارة هناك. يجب أن نخاف على طاقمنا الخاص، علينا أن نتجمع حالما نعثر على سام. لا يمكنني أن أتركه هناك، يجب أن أذهب إليه. أحيانا علينا القيام ببعض التضحيات لارا، لا يمكنك إنقاذ الجميع. أعرف بشأن التضحيات. لا تعرفين بشأن خسارتك. التضحية هي خيار تتخذينه، أما الخسارة فهي خيار قد اتخذ لك. لا يسعني اختيار أن أدعه يموت. والله الدبلجة نايس. يعني في شخصيات زي كذا زي اللي تو تكلمنا معه الدبلجة فيه نايس، مو بزي الشخصية الثانية ذا ما أدري شو اسمه العالم ذا المهايطي. ها شوف 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 كيف صار، شوف كيف صار. وتهل وش الجلتش ذا اللي تو؟ وش الجلتش الخربان يا عزيزي؟ طيب ادينا يا حبيبي السهم هذا شكرا. بس والله يا ان جلتش مصيبه ذا. اوكي